يا اخي في شيء غريب معانا هنا يا جماعه. انا كل ما ادخل على اللعبه وعلى هاي الغرفه بالتحديد الاحظ في شيء جديد معانا على الارض. هل يا ترى انا هيك الاحظ ولا بكل مقطع هيك؟ بس على العموم انا ما اتوقع هذا البنطلون ابدا كان هنا يعني. معلش يا شباب يعني مقطع جديد عن جراند 5 اونلاين، ما ضروري نعيد المقدمه كل مره، تعرفون يعني لازم على اللايك على السريع يعني. وقف مقطع انزل اضغط لايك وكمل المقطع بكل راحه، لانه انا الان حاليا بروح بوريك احلى سياره الاسبوع الجاي. في اكثر من شخص جاني على الانستغرام، شكرا لكم يعني على انكم ما حرقتوا علي اصلا، خبروني ان السياره نار يا حبيبي، بس روح شوفها وخذها يا وربي متحمس. فانا ما ضغط وربي ما ضغط، سبب الواحد ضغط ما ضغط بس وقفت حدها. شباب عندي لكم سؤال الان، ايش تفسير هاي الاغراض اللي بالارض حاليا معنا؟ ما كانت هنا من قبل، هاي التيشيرت ما كان من هنا، هاي ما كانت هنا، ليش عندي اغراض كلها بالارض؟ دقيقه شباب بتصل تحت بشوف بلكي هم يعرفون. ثواني شوي بس ثواني. ها شباب ليتس جو على بركه الله. حاليا هي يد الاكس بوكس عندي كل اوكي شباب، جالس اشوف طرفها لونها احمر وفيها بقعه صفراء. جاهزين معانا الان؟ بلف بسم الله على بركه الله. 3 2 1 هالو ماي جاد. شو هسه؟ اوه عرفت السياره هاي شباب، عرفتها هاي، سرقتها كمان هالسياره وربي عرفتها، لها نقشه خاصه وبالعالم شباب اللون اللي اوه عرفتها وربي عرفتها هاي السياره. شوف النقشه هاي طبعا مو زياده حلوه عليها، ولكن انا اعرف كيف اخليها حلوه اذا طلعت لي. انا اعرف هاي السياره كويس شباب، انا قد سرقتها مره. هلي يا حبيبي، بس ما اتوقع انها غاليه جدا. شوف بيني وبينك ما اتوقع انها غاليه اوكي، ف يعني لكم عليها شوي، ترى الدفع فيها جدا صعب كمان يعني. السياره شباب نص نص، خلينا نقول نص نص. ما اتوقع انهم عارفين يضبطوا لونها ويحطوها بالكازينو، دائما اختيارات روكستار ما شاء الله احترافيه يعني بالالوان. فلوسي مليون الان، اوكي فلوسي مليون. فشباب نحن اليوم اول يوم بالاسبوع، اليوم هو يوم الخميس تمام، فلذلك اذا كسبتها من اول يوم كسبتها، اذا ما كسبتها لا تحلم ولا باي يوم اني اكسبها، كل مره هيك حظي. بسم الله الرحمن الرحيم على بركه الله. نفس الجليد شباب، ممكالو اول ممكالو ثاني، ممكالو اول ممكالو ثاني، ممكالو ثالث، ممكالو رابع، وبتلف على ال من مهلك، على ال من مهلك. هل يا ترى راح نكسب السياره جدا بعيده؟ انسى يا شباب انسوا، ما راح اطلع من السياره ابدا ولا باي يوم. الجليتش ما نفع معانا لانه خربت اكثر من مره عدتها يعني تمام، فهو نافع اصلا يعني، اذا انت تجربها اكيد راح ينفع. بيني وبينكم انا ماني زعلان. فخليني اخذ حاليا معانا هنا الشيبسات اللي معانا هنا، وبسم الله ما توفقنا بعجله الحظ، ولكن انا متاكد 100% راح نتوفق بالداخل. ليتس جو، خلينا نشوف اذا يا ترى راح ينجح معانا الحظ ولا لا. وينه هذا صاحب؟ الله لا يعطيك والله نص عافيه، هذا انت كمان يا حبيبي، والله هذا يطلع لي بالمنام صاير حبيبي. يا رب يا رب شباب يكسبنا، هذا كل مره يخسرني. يلا يلا ابلع، خلينا نلعب بسم الله. راح العب 50,000 على السريع بكل المعتاد، راح تطلع لي 10 كالعاده. شوف اعطاني 7، اعطاني 7 احلى مني فوز، احلى مني فوز. 17 احلى مني فوز. انا عارف ان هذا وسخ شباب، ما يكسبني ابدا، بس ما علينا، انا راح ارجع بوقت لاحق الان بهذا المقطع، راح ارجع اعوض الخساره اللي خسرتها. ما علينا ابدا شباب، الان راح نحاول نشوف ايش راح نسوي بهذا المقطع. اوكي انا الان ما خبرتكم ايش راح نسوي، معانا مليون الان اوكي شباب. وطبعا اتوقع انكم مو ناسيين الى الان يعني زاك جالس يجهز للسرقه، راح ادخل وراح اسرق معاه والفلوس كلها راح تروح لي. اتوقع المبلغ راح يكون قدره تقريبا مليون ونص يعني هيك شيء. خليني اوريكم انا ايش حلمي اشتري بهذا الوقت الان اوكي. رح نشتري شيء اسمه ارينا وار. بالارينا وار في يعني شيء اسمه وركشوب تمام، هذا الوركشوب يمديك تحط فيه سيارات وتعدلها على مزاجك، فيها طبعات ونقشات جدا مميزه تمام، ولكن اللي مخوفني انه سعرها مليون تقريبا، هذا الشيء الوحيد اللي مخوفني شباب. طبعا يمديك تسوي لها جرافيك وديزاين وهي الامور، ولكن انا ما عندي فلوس اصلا. يو انا اقترح اني اجيب كم مليون بالاول بعدين اجيبها هيك بهذا اللون، انا احب هذا اللون كثير، ما معقول اجيبها ساده كمان، لازم شوي نوع بالالوان. 200,000 انا مستعد ادفع صراحه. واو على الالوان هنا، يو شباب شوف معنا الالوان. يعني بالمختصر شباب راح يلزمنا مليونين تقريبا علشان اشتري الشيء اللي في بالي، مليونين من هنا لبين مزاج يجهز السرقه بعد يومين ثلاث ايام راح يكون الوضع جدا صعب. لذلك بحط لنفسي تحدي اجيبهم بهذا المقطع اليوم. اليوم راح نشتري هذا الجراج، يعني اليوم راح نشتري تمام، هاي وعد مني. لذلك اول شيء راح اسويه راح ابحث لي على مهمه سرقه الكايو بيريكو مع شخص عشوائي ما اعرفه ابدا. ليتس جو، خلينا ندخل ونشوف هل يا ترى راح يدخلني احد معاه عشان اسرق معاه ولا لا. اوكي اوكي اوكي، 3 اشخاص من 4، ارجوك لا تطرد، لا تكون حمار وتطردني. كويس انك ما طردتني وما كنت حمار صراحه، اول مره اشوف حمار يفكر. بيرشيز كونفيرم سيتنج بسرعه، ادخل عليه خش عليه، ليفت ليفت وانا ليفت. سلام عليكم حمار رسمي، انت حمار رسمي حرفيا. انا راح اعاني جدا للامانه شباب، راح اعاني جدا 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 بتوصيل الفلوس الى المليون اليوم. يمكن ما عاني، يمكن ما عاني، يمكن مهل في السرقه اجيب كثير. وبالله عليك لا تطردني يا اخي، ارحم امك لا تطردني ارجوك، والله اني من نوم. خليني اقنعهم شوي تكتيكات ممكالو. هلو بويز،
طردوا للليفل 48. هي طردوا للليفل 48 وبدا. انا مالي دخل شباب. ايه بس هذا شو مسوي بالمهمه؟ سيكندري تارجت 500,000. هاي هاي حبيبي انا لي 15%. انا راضي اناقش معه ولا لا شباب؟ بليز كان 20%. انا كنت اعرف هذا الشيء راح يصير بحياتي كلها، ما عاد افتح فمي على المناقشات ابدا. يعني انا ما اعرف شو الطمع اللي فيكم يا اخي، داخلين نساعدكم بالمهمه 5% ما ترفعها 5%. يلا انا مو الطمع اللي فيكم يا حبيبي. السلام عليكم شباب، اليوم رجعت لكم باليوم الثاني بالنسبة لي يعني، ولكن بالنسبة لكم نفس اليوم نفس المقطع نفس كل شيء. وأتمنى كمان اللايك، لا تنسونا بداية المقطع يا جماعة. تعرفوني يعني، أتوقع أنكم صرتم محافظين الطبخة. أنا إذا ما كسبت السيارة وخرب علي البلاك جاك، إيش يمديني أسوي غير إني أطلع من أم اللعبة وأرجع لها بكرة يعني. فالآن أتمنى منكم يا شباب إنكم تكونوا متحمسين مثل ما أنا متحمس حاليا على حبيبي. نزل لي طيب بالله عليك، أنت مو متحمس شكلك. هي شباب الآن بننزل على الكازينو معنا هنا. أوكي أنا عندي طريقة سحرية جديدة الآن عشان أكسب السيارة تمام، بما انه امس ما كسبناها يعني اليوم 100% راح نكسبها. هاي السياره اليوم راح تروح على الكراج الجديد اللي كنت شاري تمام، وبعدها راح نحاول نشتغل نرجع على موضوع جمع الفلوس عشان نشتري الجراج شوب او الورك شوب يعني، انا جدا نفسي فيه صراحه. فليتس جو على بركه الله، خلينا نشوف حظنا كيف راح يكون. انا راح احط مقطع القديم امامي، راح اعيد نفس العمليه بالتمام الكمال كل شيء. اوكي ليتس جو. يلا شباب جاهزين معنا حاليا؟ انا هنا عديت تقريبا 1 2 3. وابلع وابلع السيارة يا شباب، مبروك لنا السيارة يعني تقريبا 99. لا يا شيخ رجعت مثل ما هي من الاول، بالله عليك. خلاص شباب انا انتحر الان رسميا، ارجع لكم بكره يعني. تان هودد جاكيت، ليتس جو، اعطوني جاكيت جديد واخيرا. اتوقع انه لازم تكون ترى هاي شباب هاي اللبس الثالث اللي احصله ان شاء الله احصله، لانه كل مره اجي لهنا ما يكون في ملابس اصلا. ليه هوديز بعدين؟ اوه موجود عليها نجمة. 3 2 1. شوفوها قبل يا شباب، حلو ولا لا؟ الان شوف نحن يمكن انهي المقطع هنا كمان شباب، ارجع لكم باليوم الثالث احتمال كبير والله العظيم، ما امزح معكم ترى الان جد الموضوع. هي اوه هي هي والله اني احبها يا شباب، والله اني احبها. سلام سلام، يلا جلسني حاليا مع. اوكي بسم الله، يلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بالله عليك اعطيني 10 من البدايه، انا عارف انك تعطيني 10 من البدايه دائما. اعطتنا 9 كويس كثير، الان راح تعطيني 10. اعرف ولك والله اعرفك والله شباب، اذا بيطلع 10 بل انا راح اقوم ارجع لكم بيوم. اوه ماي جاد ليتس جو، يلا ابلع ابلع ليتس جو. يلا يلا بسم الله، اول 50,000 ان ذا بوكيت يا حبيبي. خليني اجيب كمان. اوه ماي جاد برقص، بعطيها رخصه بعطيها رخصه، اذا حرفيا طلع 10. سوري شباب سوري، معي 175,000. يلا كمان مره خليني ارقص مره ثانيه، بالله عليكم خليني ارقص مره ثانيه. خمسه اعطيني بالله خمسه، خليني ادبل ارجوك. خمس سته خمس سته. لا مو حلوه لا مو حلوة. 13 اجباري بلعب شباب، شوفوا كيف راح يطلع لي 21. ليتس جو، اي شيء الا 10. 18 بس هناك معنا 10، فاي شيء تحت التسعة. اوه ديم يا حبيبي، بعطيها رخصة ليتس جو. يلا بالله عليكم بالله عليكم. 6 اعطيني 4 و5 4 5 4 5 4 5 4 5. اوه ماي جاد 13 مرة ثانية. اوه شيت لازم العب 13 بالله عليك، كل شيء الا 10. اوكي لازم اخسر يعني لازم اخسر، انا زودتها ترى شباب. خمس مرات صار يطلع لي 13 بهذا المقطع، انا ما بلعب. اوكي ما بلعب كمان مره لان عارف راح يطلع لي 10. لا هيك على الحالتين كنت خسران. اوكي على الحالتين كنت خسران. ليتس جو يا حبيبي ليتس جو، يلا 10 ثانيه خلينا ننبسط شوي. لا لا يا امي لا، من 25,000 راح اطلع الى المستحيل شباب، راح اوصل الى نصف مليون من 25,000. معي 20 والارض راح يطلع 19. يلا ابلع، ما تضيع ما تضيع وقتي. يلا يلا اعطيني 10 بسرعه 10. يلا 1 او 10 يلا بسرعه بسرعه، لا تعطيني الا 5 ولا 4 ولا 10. ليتس جو يلا، بس هي اللي نحتاجه الان، بس هي اللي نحتاجه الان. من 25,000 راح اطلع الى المستحيل شباب، راح اوصل الى نصف مليون من 25,000. فشباب انا بالامس اعطيت زميلك صراحه قبلاتي الحاره يعني، فانا حابب اعطيك قبلات. لازم اسوي شيء، لازم اتحرك لازم اتحرك لازم اتحرك لازم اتحرك. شايفين اصبع عيني؟ هي بدي احط بنص عينك.
العن شكل. عفوا والله معليش حسبته يا شباب طردني، طلع بعد المهمه. والله خوفني صراحه نوعا ما. راح اسوي مهمه من مهمات البوغدان بروبلمز، يعني ممكن ترفع لي السعر لانه مستحيل اسوي ريدي حبيبي. هي 20% على الاقل، ما ارضى 20. يلا او طردني 20 او طردني. يلا انا ارضى. ليتس جو ليتس جو. افتح يا طيب، افتح افتح لهي سيارتك الخرافيه، افتح. الله اكبر على هالسياره شباب. من السياره اطلع، اطلع معي، اطلع اطلع معي، اطلع اطلع بسرعه، اطلع ابلع. السلام عليكم. الله العظيم حاسبين اللي فيها اقوياء يعني. انت على حدد لي عليه، حدد لي عليه بسرعه، حدد لي على هذا الوقت، حدد لي عليه بسرعه. يلا سلام. طيارة الاعداء كلهم شباب، لدرجة انه ولا الطيارة جت. اركب اخوي عمر اركب. بيركب من هناك. اوكي انا بالسوق. شغل يا مكانه، شغل شغل وحلق نحو الفضاء، حلق. طائرة رقم 9912 سوف ننزل الان. شوف النزول الاحترافي، شوف شوف النزول الاحترافي، شوف شوف النزول الاحترافي، شوف يا حبيبي شوف. هاي انزل انزل. او ماي جاد. طب ها وين احط لك هي؟ وين؟ خلاص يا شيخ تبيني اصف لك هي يعني بالشعر حبيبي. السلام عليكم شباب، فزنا حاليا. طبعا انا بلاتينيوم 100% شباب. شوف مع انه هو سوى المهمه بس انا بلاتينيوم. ليش لحزركم؟ لاني دعستهم دعس مو طبيعي كلياتهم. 237000 بالنهايه. هل يا ترى هذا محرز؟ يعني انا اتوقع جبت 275000 بثانيتين، بثانيتين جبتها. حرام عليكم والله حرام. اوكي شكرا لكم كمان. هي لسه او ماي جاد يا اخي. انا والله قلت لكم يا شباب خليني العب بفرانكلين، انا اسوي عضلات وحركات، ما تردون علي. انا جالس العب اوف لاين. وات ذا فك، شو جالس اسوي انا؟ دقيقة. اوه ماي جاد، كم معي الان؟ خلينا نشوف. والله ساعة تحميلات، شاشات، حركات، والله مظلوم انا. لو سمحت افتح الميز بنك. لا افتح راسك الان. ايوه معي 1,253,000 شباب، لازمني 200,000 لسه، 200,000 لسه بيكون الوضع تمام. فبنزل بجرب حظي بالكازينو الان بالبلاك جاك مرة ثانية. بسم الله بركة الله يا رب. ايه عطني 50,000 الان، خليني اروح العب فيهم. شباب في معلومة جدا مهمة اتوقع انكم ما تعرفونها، يعني الجراج ورك شوب اللي راح اشتري من مستلمه برايكم، مين راح يكون مستلمه؟ بريوني يا جماعة، تتذكرون بريوني اللي كل شوية تتصل فيني وصلعتني يعني؟ هي المستلمة الجراج ورك شوب. 8 9 او ماي جاد. خليني اجلس يا شباب، واخيرا وليس اخرا يا جماعه. ما راح تصدقون ايش اللي صار حاليا. لعبت مهمه من مهمات الدومستاي، خربت علي بنص المهمه، ما ادري ايش صار لصاحبها، ما كان يطلع من المي ابدا، وفجاه مات تحت المي وخربت المهمه وانسحب كل شيء راح. فاضطريت ارجع ادخل وحده ثانيه، يعني تعرفون كم راح ياخذ مني وقت. رجعت لعبت نفس المهمه هاي الدومستاي هايست، اخذت 300,000 من هذاك الشخص، 290,000 تقريبا يعني. ورجعت لعبتها مره ثالثه كمان، يعني هاي المره اعطاني 175,000. بالمجمل فلوسي الان صارت يا شباب، اتمنى منكم الان الحمد لله يعني قدرنا نخلصها بعد تقريبا ساعة ونص هيك شيء يعني الآن، لأنه خربت علي مهمة. رجعت دخلت كان يعلق، طلعت كل جي تي اي فتت، تعرفون كل الخبصة. فلوسي الآن يا شباب حاليا 1,697,000، يعني تقريبا 1,700,000. أوكي 1,700,000 رقم جدا جدا ممتاز. صار يمديني إني أشتري حاليا الأرينا ورك شوب أخيرا وليس آخرا يا شباب. رح نشتري، والله مو مصدق إني رح أشتري يا شيخ. أو ماي جاد. ليتس جو، بشتري على بركة الله وبشرح لكم ليش ناوي أشتري حصرا لهذا المركز. أوكي عندنا طبعا نقشات في او ماي جاد، انا يمكن اصرف كل فلوسي عليه، انا ما اخبي عليكم انا صريح جدا بصرف كل فلوسي عليه. اللون اللي باخذه الصراحه بيكون لون بيكون لون اخضر وردي، انا احب هذا اللون كثير صراحه، لون فاخ. او فلوسي بتروح حبيبي، لو اضيف هذا الكراج فلوسي بتفلس على الاخير، لازم اضحي بشيء والله. الجرافيت هي ما ادري اذا احطها. شوف شباب باخذ معها كراج ليفل 1، ما باخذ ليفل 2 الان، ما يهمني صراحه لانه راح يكلفني يب راح يكلفني كثير. ميكانيك عندي بيرسونال مشان انام هنا، ما ودي انام هنا. بصرف الان على هذا المركز 1,665,000. ركزوا معنا شوي منيح وبعدين بشرح لكم ليش انا ابي هذا المركز حصرا يا شباب. انا عجبتني كثير لسبب واحد. ليتس جو على بركه الله الان بنشتري. انا مو هممني ابدا الفلوس بترجع طبعا، في عمليه سرقه بسويها مع زاك بونش مثل ما تعرفون يعني. اشتريتها
مبروك شباب، مبروك. شوفوا اول شخص من صار عندنا كونتاكت نبي نتصل فيه، بريوني شباب. بريوني هي صاحبه هذا المكان اصلا، هي باي ابجريدبل فيكلز. اوكي، هنا يمديني اشتري سيارات، يمديني مثلا اعدل عليها، تمام، مثل هي السيارات البسيطه والصغيره. انا صراحه يعني خليني اكون صريح معكم، اشتريت هذا المركز عشان هي الدراجه شباب. اوكي، في اوكي في في اشياء حلوه هنا كمان، مشان هي عشان هي عشان كلهم تقريبا هذول يمديك تسوي فيهم اشياء جدا خرافيه، مثل سياره مستر بن هنا، ولكن هي الدراجه يا شباب. ولكن هي الدراجه سعرها 120,000 اذا بشتريها، يعني اتوقع بشتريها بعدين وبعدل عليها. اهم شيء الان صار معانا الجراج، كل شيء صار تمام الحمد لله، واخيرا وليس اخرا، وطفرنا مره ثانيه 32,000 صار معانا عادي جدا. انا متعود فلوسي تكون صايره صفر على الاخير. ارينا وركشوب في شباب ليفل في 10 سيارات، وهنا كمان طابق العالي في 10 سيارات، صار عندي مكان يساع 20 سياره. قول يا حبيبي 20 سياره. فين المكان؟ طبعا المكان صاير هنا شباب، ما يمديك تعدل مكانه ابدا ابدا ابدا، المكان فقط مكان واحد بالماب هو هذا المكان. اوكي، انا تقريبا وصلت. قول لا تقول لي هذا المكان. اوه شباب هذا المكان اعرفه، اوه ما كبر هذا المكان يا حبيبي، اوه ماي جاد، ما كنت اعرف مكانه هنا الصراحه بالتحديد، يعني والله شيء خرافي. واو انزل شباب ندخل الان. بريوني، هلا والله ببريوني. برايني طبعا انا اقولها بريوني نوعا ما. شوف المكان محلاه، اول مره ادفع فلوس كثير على اماكن. هلا هلا بريوني، هلا. واخيرا شباب خلصنا منها ومن اتصالاتها حاليا، ما عاد تتصل فيني بحياتها الان. اوه ايش هاي؟ أرينا وار. انا اعرف هذا المكان يمديك تعدل عليه سيارات تخليها حربيه، يعني عشان تدخل قتال جو القتال وهي الامور، ولكن ما كنت اعرف يعني هي الحلبه هنا. اوه بيعطيني هي السياره، انا ماكلها بوكس على عيني. من مين ماكلها بوكس انا؟ هاي السياره ايش هاي؟ ايه تبيني اركبها؟ شباب بتقول لي اركب السياره هي وانزل على الحلبه فورا. ايش بسوي بالحلبه انا؟ ول ول ول، والله ما كنت اعرف يمديني انزل فورا، والله اساطير يا حبيبي. قول شوف السياره محلاها، والله احب هاي السيارات اللي تحط لها هيك حركه غريبه نوعا ما. لازم انام ولا كيف الان يا جماعه؟ ايش رايكم انتم، انام ولا لا الان؟ انني حزين جدا لانه ما مداني اعرف شو هي المهمه اللي اعطتني هي، ولا تهنيت بام الجراج. بهي الحاله يا جماعه ايش اسوي الان؟ هل يا ترى اطلع من اللعبه وتخرب علي المهمه هاي؟ كان ممكن اخذ هاي السياره، ممكن ما اخذها، ممكن ما كانت لي اصلا. اوكي انا وصلت الان، بدخل مره ثانيه حاليا وبنشوف شو بصير معنا. يلا ليتس جو، خرجوني غصب عني بالله عليك. أوه. لا شباب خبرتني انت سويت عمل جيد وانا ما لعبتها اصلا، خبرتني كويس انك. او ماي جاد على الغباء. اكسس ايش هاي؟ كارير كول شباب، ما فهمت ايش هاي. نيكست سيلكت سكيل ليفل جيم بلايد جوين ارينا وار. دخلت ارينا وار انا فورا، من هنا طبعا بدينا ندخل ارينا وار. انا ما اعرف شو ممكن اسوي بالارينا وار. اوه دخلت. اوه اختار سيارتي الان. طيب اوكي في عندي دراجه، بختار لبس الفضائي شباب وبنجرب. يلا ليتس جو، خلينا نشوف من راح يفوز بالمرتبه الاولى. اتوقع في 15 جوله لازم ندور حول الملعب. واو حاسس نفسي جالس العب لعبه ثانيه، وش اللعبه هاي؟ ليتس جو. اما غير مرئيين نحن، كويس والله. اما يلي سليب ستريم، هاي سليب ستريم هي اللي قلت لكم ايش معناتها، يعني تبقى ورا السياره. سليب ستريم ابقى ورا السياره لمده معينه شباب. اوكي ابقى ورا السياره لمده معينه شباب. بحاول. والله سريع كثير هذا اللي امامنا، واللي ما سرعه كل ما نروح تصير اصعب. في سياره انفجرت ورانا شباب، كل ما نروح تصير اصعب الارينا. اللي رفسته، ابلع يا بيض، ابلع ابلع يا البيض ابلع. يلا السلام عليكم، ابلع. ترى انا سواقتي ممتازه شباب، بس الاول انا ما عاد اشوفه ابدا. الاول تشيتر على الاغلب، انا مو متاكد، اتوقع تشيتر. خلص الريس واحد، الاول شباب خلص الاول. شفتوا يعني كان سابقني بلفه كامله التشيتر الحيوان. يا عمي والله حرام مرتبة الثانية، كان لازم مرتبة أولى شباب، بس الأول ما عاد أشوفه أبداً بكل حياتي، ما أدري وين راح. 6500 والله كتار مرة صراحة، يعني كترتوهم بالله عليكم، خفوا شوي. أنا هي المرتبة الثانية شباب، هي أنا. أنا رجعت لهذا المكان للأمانة يعني شباب، أنا بدخل بس باخذ لي هيك فرة لوحدي الآن، خلاص كل الأمور صارت تمام، يمديني أستمتع. بدخل على الورك شوب ليفل فوراً حالياً معانا. ليتس جو. الله يا حبيبي شوف معنا شباب اشترينا. أولي يا حبيبي والله مركز خرافي شباب، بوريكم بالمستقبل أو بالحلقة الجاية ايش راح أسوي فيه بالتحديد. الحلقة هاي ما يمديني لأن ما عندي فلوس أصلاً، تمام. فكنظرة أولى بالله عليكم شوفوا لي المنظر. والأرينا هنا من كمان، يمديني نشوف الأرينا من هنا. هيا حبيبي، بس الألوان صراحة يا سلام يا حبيبي الألوان ما شاء الله يا حبيبي.
او ماي جاد، هذا هو الميكانيكي تبعنا. طبعا انا ما عندي ولا سياره داخل هنا، غريب الصراحه، كان لازم يحطوا لي على الاقل سياره. ها مش معنا هنا، معنا شويه سناك، اوكي كويس. هلا اكتشف شو معنا هنا، فيكل ستورج. اوكي وصلنا على شباب الخطوه المهمه معنا هنا اللي هو مستودع السيارات. تمام، مستودع السيارات هنا في مكان 10 سيارات وفي مكان بالاعلى ال10 سيارات. تعالوا اوريكم كيف. هاي مكان هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 الى اخره، معنا 10 اماكن يعني. وعندنا طابق عالي لسه، فين كيف اروح الطابق العالي؟ اتوقع من هنا. ثواني خلينا نشوف، انا بس بروح الطابق العالي بشوف الوضع. ايوه بي 1 ليفل، خلينا نطلع ليفل 1 حاليا. شوفوا معنا الاضاءه، ركزوا بالاضاءه ما احلاها بالمكان. اوكي طلعنا حاليا على الطابق الاول يا جماعه، كمان معنا 10 سيارات ولسه يمديني اشتري كمان طابق اعلى، فبالتالي المكان يصير 30 سياره. اكثر شيء عجبني فيه هو الاضاءه والالوان وكل شيء، صراحه شيء خرافي وربي يا شباب شيء خرافي. الان ما عندي ولا سياره طبعا، بس ما اتوقع يرضى اني ادخل سياره ثانيه من الخارج. ايش رايكم نجرب؟ بجرب شباب، بطلع بجيب له اي سيارة هيك عشوائية من برا، بحاول ادخلها وبعدل عليها على اساس. اوكي شباب جبنا الان هاي السيارة معانا هنا، اصبر اصبر خليني ادخل هاي للداخل. هاي تنفع اني اركب لها دروع، هاي الامور ما ادري والله الزمور خرافي. تعال نشوف اذا بتصير. يب دخلنا للداخل. اوكي بندخل على الورك شوب ليفل فورا وبنشوف هل يا ترى ممكن اني اركب لها الدروع على هاي السيارات ولا لا. انا ما اتوقع صراحة يعني. اركب السيارة بعدين اروح على الورك شوب. ليتس جو. انا دخلتها الان شباب الى مركز التعديل. الله يا حبيبي يمدينا نعدلها فعليا، بس بنشوف. مثل ما شايفين شباب اتوقع ما يمدينا، بدينا اعدلها بشكل عادي كانها اي سياره. اوكي بس ما بدينا اركب لها الدروع اللي كان لازم انا ودي يعني اركبها للسياره بشكل عام. اوكي فاشوف ما يعرض علي الدروع اني اركبها. اوكي عادي، اصلا ما توقعت انه يطلع لي. يا سلام، خليكي مصفوفه هنا حاليا معانا، مو مشكله يعني، خليها هنا هاي السياره. فطبعا بنقلها كمان، بطلعها من هذا المكان ما بخليها هنا. هاي السيارات فقط راح تكون هنا اللي يمديني اعدلهم تعديل فائق. اتمنى يا شباب الحلقه هاي عجبتكم، يعني انا هذا المركز جدا سعيد اني اشتريته وما اشتريته غير ما يمديني احرق عليكم. بوريكم بالحلقه الجايه ان شاء الله راح تستمتعوا بالشيء اللي راح اسويه. كان معكم محمود من قناه ممكن، والسلام عليكم. طب ليش تلف علي يا تيس؟ يا غبيه يا غبيه غبيه، انت غبيه، ما الومك صراحه على الغباءات. أنا أبي الوقت يخلص، أنا أريد الوقت يخلص. تعالي معي، تعالي هنا، تعالي هنا، تعالي هنا. وين راحت؟ هاي هنا ورا، أوكي هي ورا، تعالي تعالي. ياب شوف شوف نتيجة الغباء شوف. يلا مع السلامة. والله للعن شكلك، والله للعن شكلك، تعالي هنا، تعالي هنا، تعالي هنا، المهم من اللعبة كلها، تعالي، تعالي هنا، تعالي هنا يا حيوان، تعالي، تعالي هنا، يلا، انزل، انزل، تعالي هنا. ابعد عني. شوف. والله بس انك كيوت ما راح اسوي لك شيء المره الثانيه. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، يو اوكي؟ ايه بس ثاني مره تسوي لي شيء والله لاوريكي. هاي مسحه ولا مسحه؟ اركب. والله لا الحقيقة خربت علي التحدي شباب. وينها؟ هاي هي صح؟ ار يو اوكي؟ ار يو اوكي؟ ام سو سوري، ار يو اوكي؟ Oh my god, I'm so sorry. Oh my god, are you okay? Are you okay? Oh my god.